هاي مرحبا، انا شبنم سوريتا، ساستكشف معكم كل ما هو نمطي في المانيا. لكن قد تسألون ما الذي أعرفه أنا عن ألمانيا؟ انتقلت من الهند إلى ألمانيا في عام 2017 حيث أعمل وأعيش الآن، وبصراحة وبعد كل هذا الوقت أشعر وكأنني هنا في وطني. ليس كل ما في ألمانيا يفاجئني هذه الأيام، ولكن عندما وصلت إلى هنا لم تكن الأمور واضحة. حينها كنت أتعلم شيئاً جديداً عن ألمانيا كل يوم، قواعد سلوك جديدة، طقس جديد، وحتى خضروات جديدة. استغرق الأمر مني وقتاً طويلاً لأدرك أن ملفوف فيغسينغ ليس الملفوف الذي أعرفه، وأن جزر الأبيض الطازج يبدو هكذا وليس كفجل متحجر من العصر الحجري. لكن لم أكن أعلم أن هذه الأرض البعيدة وشعبها يحملون بعض الصفات التي تذكرني بالوطن. أحد الفوارق هو أن الألمان يستخدمون القرفة في الحلويات أساساً كلفافات القرفة أو خبز فرانس بروتشن هذا، فالهنود يستخدمون القرفة في الأكلات ذات المذاق المميز. الأمر التالي، الشاي كعلاج لكل شيء. بطني تؤلمني. خذي اشربي هذا الشاي وستشعرين بتحسن. أنا مصابة بالحمى. شاي. عندي سعال حاد. شاي. حسناً، هذا ليس الشاي الذي توقعته، لكنني أعتقد أنه يفي بالغرض. هناك شيء آخر مشترك بين الحياة الهندية والألمانية، البيروقراطية التي لا نهاية لها. مثال من ألمانيا. مرحبا، أريد تحديد موعد. نعم، لدي الشهادة. نعم، لدي جميع المستندات. كيف يعقل هذا؟ لا توجد مواعيد قبل شهر يناير، لكن هذا بعد 6 أشهر. بالمقارنة أعتقد أن البيروقراطية في الهند أخف وطأة، هذا ما اعتقدته، لكن آخر مرة حاولت فيها إنجاز شيء ما هناك سارت الأمور على هذا النحو. كان علي تقديم بياناتي البيومترية، فحدقت في الكاميرا لساعات وخمن ما حدث. لم يقبل الجهاز حتى بصمة إصبعي، بصمات إبهامي. ما العيب في بياناتي؟ أليست جيدة بما يكفي؟ تشابه آخر هو القطارات. أنا أحب القطارات كثيراً، وطفولتي في الهند كانت عبارة عن رحلات طويلة في القطار عبر البلاد. لحسن الحظ، وطني جديد ألمانيا يعتمد كثيراً على السكك الحديدية أيضاً. الحمد لله أن هذين البلدين لديهما قطارات تسير بمواعيد دقيقة نوعاً ما. قلت لكم نوعاً ما؟ ألمانيا ووطني الهند دولتان مختلفتان للغاية، لكنني أدرك أوجه التشابه، فهي تساعدني في التعامل مع الحنين إلى الوطن. وبغض النظر عن عدد مرات سفري إلى الهند، ففي كل مرة أعود فيها إلى ألمانيا أفتقد شيئاً ما. أتساءل ما أكثر شيء يفتقده الألمان عندما يكونون خارج ألمانيا. الخضرة. هنا أتواصل بسهولة مع الناس لأنني أتكلم لغتي. الخبز الألماني. أعتقد أن ألمانيا منظمة بعض الشيء، فيما الأمور أكثر تساهلاً في الخارج. من الجيد أن تكون لدينا هذه الهيكلية. أفتقد وقت الهدوء. في ألمانيا يتم الالتزام بساعات هدوء يومياً من الساعة 10 مساء وحتى 6 أو 7 من صباح اليوم التالي، وأيضاً في أيام الأحد والعطل الرسمية، فخلال هذه الأوقات يحظر إثارة الضوضاء. لا عجب أنني افتقدت الهدوء في رحلتي الأخيرة إلى دلهي خلال أيام العطل. اسمعوا بأنفسكم. باختصار، لدي وطنان، وهذا يعني شعوراً دائماً بالحنين إلى وطن.